ما عاد في داعي تخافي بنتي، مالك لوحدك، أنا جنبك. الحمد وشكر إنه أمير إجا وأنقذك من هالزلمة. لا بقى تفكري باللي صار، ماشي؟ وهيليكني أنا هون جنبك وما رح أتركك أبدا. يلا يلا غمضي عيونك ونامي، لازم ترتاحي. بعد لا تقرب مني، ساعدوني، لا تقرب مني، بعد عني. قلت لك ما فيك تهربي مني، بعد عني. بنتي شو صار لك؟ انت منيحة؟ امسكي بنتي اشربي مي. يلا بسم الله. بنتي قول بيري، قول بيري، رد علي. يلا اصحي على حالك، قول بيري. بنتي ليش ما عم تردي؟ امير، أمير تعال بسرعة. طلعي فيني، انت صرتي بأمان هلا، عم تسمعيني؟ لا تخافي، تنفسي، خدي نفس قوي، خدي نفس قوي. خدي نفس قوي. يلا قول بيري، خدي نفس وطلعي. مشي الحال، كملي، خليكي عم تتنفسي هيك. حاكي الدكتورة بسرعة. خلص مشي الحال، راحت الأزمة، خليكي عم تتنفسي. أعطيتها إبرة مسكن هلأ، وللمسا رح تكون منيحة. كتبت لك شوية أدوية أعطيها إياهن حسب الأوقات اللي كاتبتن. مع فاي. شكرا دكتورة. تفضلي. كيف وضعها دكتورة؟ لما أجتها هاي الأزمة تعاملت معها بطريقة صح. هلأ أعصابها هديت، وبس تاخد الدواي اللي وصفتلها اياه بانتظام رح تتحسن عن قريب كتير. بس لازم ارجع واتفقد المريضة مرة تانية بيكون احسن. والشي الاهم انه ما تضل لحالة ابدا، خلي معها حدا على طول. رح نعمل مثل ما قلتي. مع فاي. شكرا دكتورة. يلا سلام. تفضل. أختي مليكة، أنت تعبانة كتير، روحي وارتاحي.
رح ضل قاعد معه. تمام ابني. تمام، ما في شيء، أكيد من الهواء وقع شيء، ما في حدا، لا تخافي. رجعي نامي شوي شوي، انتبهي.